هولا اميغوس، كي دايرين؟ بخير، نتمنى كل شيء يكون مزيان. مرحبا بكم في الحلقه الرابعه من برنامجكم خفيف ظريف. هذا البرنامج هذا اللي كيما عودتكم تنعطيو فيه اكو اخبار سريعه على الراب المغربي ولا الراب اون جينيرال. بالنسبه لهاد الحلقه هادي كيما شفتوا من العنوان غادي نهضروا على البلان ديال طوطو، الحقيقه ديالو وكيفاش ديك الهضره اللي تدور ديال انه شفر ليريكس ما شفر ليريكس. المهم الا بغيتي تعرف الحقيقه كلها ما تنساش تفرج حتى الاخر ودير ابوني وجيم وبارطاجي الفيديو مع 20. بلا ما نطول عليكم خليونا نبدا. المهم كيما عرفتوا طوطو كان خدم واحد التراك مع منى اللي سميتو سلي واللي عرف واحد السكسي كبير بحيث انه وصل 22 مليون مشاهده في يوتيوب. المهم غادي تنوض واحد الرابوز فرنسي اللي سميتها روكا اي كي اي فرنش راب كوين اللي يلا تتبني في الكارير ديالها بحيث انها بدات تتلوح دي فري ستايل في الانستغرام ديالها ومؤخرا يلا سنات مع لابيل ديال بوبا. هاد الرابوز هاجي اللي قالت على ان منال شفرات ليها ليريكس ديالها بحيث ان روكا كانت لاحت فري ستايل في الاول ديال شهر 9 اللي سماتو اون فيغيتي سي با سيت فيلا اللي غادي يطلع لكم دابا. روكا فرنش راب كوين هي يا ار او سي كا راب كينغ يا En vérité, je veux pas de cette villa. Je veux boire de mer et grosse villa. Resta sur Insta, un seul faux pas. Personne ne saura quitter. Pas de larmes quand t'es une célébrité. Quand je vois que je me fais imiter par la majorité. Accusé à tort, jugé à tort. J'ai raison, t'en as tort. J'ai pensé qu'ils m'offensent sans arrêt. Qu'ils n'ont rien à faire dans leur petite life. Même dans une dizaine d'années, vous n'aurez jamais le même style. J'aurais tant aimé leur faire la guerre à ces gens-là. Mais j'ai pas leur time. Je laisse le haineux parler. On m'appelle pour de la maille. PL, là, je crois que la DRH fume du. Pourquoi tu te fâches? J'ai la rage aussi. On veut faire la thune à Sarkozy tout en musique. Même si le feu bille tombait du ciel, les humains trouveraient quand même des problèmes. Ouh, j'essaie de me serrer. La seule chose que je sers, c'est ma gueule. J'suis descendant de Kunta Kinte. Toi, on ne sait même pas quitter. Y'a pas de fraternité. بالنسبه لهاد الفريستايل هذا كانت حطاته في واحد الكونت ديالها اللي كان فيه 38 كا واللي ديزاكتيفا كان سميتو روكا او جي. المهم وراها غادي تلوح مانا التراك ديال سلي وغادي تشوفو روكا وما عجبهاش الحال بحكم انها يلا سنات مع لابيل ديال بوبا ما كانتش عندها شي لابيل اللي تحمي التراكات ديالها. ورا هاد الروينه غادي تصيفط ميساج لمنال باش تعرف اش وقع ولكن منال ما جاوباتهاش. J'ai envoyé un message à Manal, donc j'espère qu'il y aura une réponse sur cette histoire. Et... وراها غادي تقول روكا في واحد ستوري ديالها ان منال ما دارت والو بحكم ان في التراك كاينه رايتين باي طوطو. من بعد غادي يخرج طوطو وغادي يقول على ان هذا البلان هذا كله دايره واحد البنت بنت كازا اللي عايشه حاليا في تايلاند. لازم نخلي لكم الانستغرام ديالها. وفي واحد ليميسيون كان داز فيها طوطو ميدي ان اللي سميتها بيناتنا قال على انه كاتب 77% من التراك وان منال حاطه يديك اللعيبه ديال تم المنال. شفنا الظهور ديال طوطو مع منال غير في واحد الطرف صغير. واش طوطو عنده دور في الكتابه ديال الديسك من الاول ولا غير في هذاك البارتي الصغير الباساج ديالو؟ انا نصرح لك شنو درت اكزاكتومون في ذاك الديسك. درت اولا درت لي توب لاين. لي توب لاين هما الالحان. صافي كنت في قدام ميكرو كتقول لا 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 فهمتي كتحط الالحان ما كتقول حتى شي حاجه اللي مقاده لي كونكريت فهمتي. عزلت فوالا بقينا خدامين جوبونس نهار كامل على لي توب لاين. عاد خدينا ستاجير الالحان وكلشي عاد خدينا الوقت باش نكتبوا. انا كتبت حيت هي كدير لودي تحسباتها كتبت 77% ديال الديسك. 77%؟ اه هي كدير لودي واعره عندها شحال جات 231 سطر جو سي با مي تقريبا بحال هكاك. واو 77% خليتي لها غير الفصيلات والنقاط وبوانت نو مي كون ميم حتى هي عقلها خفيف فهمتيني عقلها خفيف و حتى هذيك زعما اون بارتي اللي هي كاتشي بزاف في التراك اللي هي ديك تما المنا 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 هي اللي حطاتها فهمتي ماشي ان نيفو زعما منال عندها جو بونس كو فهمتيني هي ما كتكتبش راسها بو لا سامبل اونيك غيزون كرا با الطون فهمتيني زعما ما هي ديجا كومبوزات ديجا خدمت ديالك بوحدها. وراها غادي يمشي يهضر مع اكسيب اللي هو اللي دار الميكساج للتراك وقال ليه على باش يسكريني ليه لي زانفورماسيون ديال التراك. وبالفعل غادي يسكريني ليه كلشي وتتبان ان لا دات نهار 24 في شهر 8 2018 فاش تقاد التراك. غادي يلوح طوطو عاوتاني شي فيديوهات هو ومنال في استوديو هنا في المدينه في مراكش بحيث ان
كان في نفس لادات اللي صيفط ليه اكسيب اي 24 في شهر 8 2018. البلان اللي في شي شكل هو الا كانوا يتسجلوا التراك هذا نهار 24 في شهر 8 والتراك ما تلاح حتى ل 21 في شهر 11 كيفاش غادي يوصل للروكا وغادي تلوح الفريستايل ديالها تقريبا ورا سيمانه من البلان كيوقع ليهم. المهم البلان باقي ما باينش مزيان باش تشوف شكون اللي نقل من الاخر. تابونا دابا فلاشين باش الا كانت شي حاجه جديده تكون انت الاول تتفرج في الفيديو. هادشي اللي كاين ما تنساوش فرقعوا هذا الفيديو هذا بلي جيم تنشوفكم. ومرحبا بالدراري اللي تابوناو جداد هاد لاشين هادي غادي تلقاو فيها بزاف ديال اللعيبات اللي غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله والقادم واحلى. هادشي اللي كاين تشاو اميغوس.